عودة لكم مشاهدينا الكرام. بشائر الخير وهذه الحملة من ضد الإدمان، وهو الإدمان بالنهاية هو وسواس ينخر بإجساد أبنائنا، وهي مشكلة لا ينتبه لها الأهل في الغالب إلا بعد فوات الأوان. مع تنوع وسائل الإدمان وسهولة انتشار المخدرات لابد من توعية الشباب. الحديث حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي من داخل الاستديو، رئيس جمعية بشائر الخير المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المدمنين، الشيخ عبد الحميد البلالي. حياك الله شيخ الحميد. بداية لو بنسأل شيخنا عن دور الجمعية في قضية تأهيل المدمنين، في قضية استيعابهم قبل أن يصلوا مرحلة الإدمان. أول شيء احنا نشكر قناة المجلس على اهتمامها بهذه القضية، ونشكر يعني هذه الحلقة في اهتمامها في استضافتي لتوضيح هذا الأمر. حياك الله. الجمعية أنشئت ككيان 1993، يعني تقريبا 25 سنة، ونحن بفضل الله تعالى أول ناس كجمعية خيرية في العالم العربي متخصصة في التوعية بقضية المخدرات. وفي ذاك الزمان نتكلم عن 93، يعني كان لما نتكلم قليل من يصدقنا أنه أكو كان في مشكلة، كان في إدمان، ونقول لهم أنه في مشكلة وبين الشباب، ولكن كان اللي يصدقنا قليل، ما أقول ما حيصدق، كان قليل. الحين فضل الله تعالى الحين مؤسسات الدولة تقريبا كلها تكاتف، يعني متكاتفة ومتعاضدة في يعني الإحساس في هذه المشكلة، بل أن الوعي بالشعب الكويتي متميز جدا عن بقية شعوب منطقة الخليج ودول العربية. يعني تحتاجون نوع من الذكاء. من 93 موضوع اختلف الآن عن 2017، أصبح في منصات تواصل اجتماعي وأصبح من الصعب جدا أو ما هو من السهل الوصول إلى الشباب وأقناعهم في هذا الحديث. راح أسألك عن أسئلة أيضا، لكن الأخوة بالإعداد ذهبي لنا هذا الفيديو ونشوفه شيخ والسادة المشاهدين. الإقلاع عن المخدرات قرار لا يحتمل التأخير ولا التردد. جمعية بشائر الخير. شيخ، مثل هذه الحملات التوعية، هذه الرسائل الإعلانية، الخدمة المجتمعية التي تقدم للمجتمع جديدة فريدة من نوعها، تحتاج مواكبة العصر. الآن الشباب ما أصبح جيل متأخر، أصبح ذكي جدا، يستخدم التكنولوجيا وغيرها من الأمور. شلون قادرين توصلهم شيخ؟ أول شيء يعني كلامك صحيح، قضية الشباب هي تركيزك على الشباب، لأنه هو فعلا احنا إحصائياتنا العلمية، وإحنا دائما نواكب الإحصائيات العلمية لأنه فعلا متغيرات سريعة في هذا المجال. اللي قاعد يقول لك أن دراساتنا العلمية تقول أن معظم المدمنين، يعني تقريبا 80% بدأوا المخدرات بسن 15 سنة. هاي يدلك على أن الطبقة الكبرى في المخدرات وين؟ في الثانوية. فإحنا قاعد نوجه جهودنا كلها بالتنسيق مع وزارة التربية في تكثيف المحاضرات التوعوية داخل مدارس وزارة التربية. كذلك عندنا زيارات من بعض المدارس، طلبة يونلة في داخل بشائر الخير، نسوي لهم تور داخل الجمعية. يشوفون يلتقون مع مدمنين تائبين، مدمنين قدماء، نوريهم أفلام، نوريهم صور حقيقية عن مصير المدمن إذا كذا، ونفتح حوار معاهم، حوار حر، ونقول حق الأساتذة لا تتدخلون، خلي يتكلمون يفضفضون. فقاعد يقول فعلا يعني يصارحونا بأمور خطيرة جدا يعني. فهذا الحوار المجتمعي والحوار مع الطلبة دايركت بيننا وبينهم أو بينهم وبين المدمن السابق يفتح آفاق كثيرة جدا، وينشر الوعي بين طبقات الشعب. هذين اللي لما يرجعون حق بيوتهم راح يقولون حق عيال عمهم، عيال أخوانهم كذا، وينتشر هكذا. وحنا قاعد من خلال هذه القناة المباركة نقول حق جميع المدارس والثانويات أن يحذون حذو هذه المدرسة اللي في عيابة طلبتهم كلهم الرابعة أو 12 لنا حنا، ونصير مقابلة مباشرة مع التائبين ومع رواد بشائر الخير عشان نوعيهم القضية. شيء ثاني، حنا قاعد نروح لهم شنو اهتمام الشباب الحين في وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر واتساب وكذا، قاعد ندخل لهم، عندنا صفحات في تويتر، عندنا صفحات في الواتساب، عندنا صفحات في الانستغرام الى اخر، قاعد نوصل لهم. ايضا احنا فاتحين خطوط ساخنه لاي شباب يتصلون فينا، فاتحين ابوابنا يعني حتى العطل احنا نداوم، حتى في الاعياد نداوم، موجودين دائما. وايد يعني تقريبا باليوم يجونا 3 حالات، يعني تخيل تقريبا 90 حاله بالشهر
تجينا حالات جديدة، هذه لا لهم علاقة لا بوزارة التربية، عفوا لا وزارة الداخلية ولا وزارة الصحة. عادة اللي يتصل شو يقول؟ لما يكون شاب بروحه جاي يقول أنا بتخلص، أنا شفتكم بالتلفزيون وأنا فعلا بتخلص مو عارف، نقول له تعال لنا نعلمه طريقة شلون يتخلص. أو أم جايبة ولدها أو زوجها جايب زوجها زين، أو يعني مدمنة بروحها جاية، أو أخو جايب أخوه، أو تخيل أحيانا ولد جايب أبوه. الولد جايب أبوه، الولد جايب أبوه، يعني حالات عجيبة جدا سبحان الله. أو الرفيق جايب رفيجة، شوف فهي كل حالات مشتركة وايد جدا تيون البشاء الخير ويعرضوننا احنا شلون نتخلص. دكتور في السابق كنا نتكلم، لما نتكلم عن مصطلح المخدرات عادة ما يذهب إلى الشباب من فئة الذكور تحديدا، لأن أمر مستغرب أن يكون والله مدمنة امرأة. في السابق كان غريب، الآن أصبح الموضوع متقبل. صح. عادي تأتي امرأة، تأتي شابة صغيرة، تأتي طالبة بالثانوية العامة مدمنة مخدرات؟ ممكن احنا لكن اكثر من كذي، احنا قضيه المخدرات مثل ما انت قلت بنساعد، اني ما اصبحت قضيه هروين وحشيش. شنو اصبح؟ يعني اصبح حين انت يعني عصابات المخدرات قاعد سابق الزمن وسابق الحكومات وسابق رجال الامن بابتكار مخدر كل يوم تقريبا. يعني الحين احنا الخبه اللي صايره بالكويت كلها شبو كيميكال، لا طافوا القضيه هذا الحين، ما اكثر من هذا طافوهم زمان. شنو وصلوا؟ يعني الكيميكال الحين تكلمت عن الكيميكال، هذا 2009 كان مخدر الكيميكال كان منتشر جدا، عفوا شبو منتشر جدا، والكيميكال في تايلند. اها يالنا بعد 4-5 سنوات الحين متوطن ومستغرق، ولكن طافوه الحين. يعني كل يوم قاعد يضخون عصابات المخدرات مخدرات جديده. ليش؟ لان مثلا الكويت على سبيل المثال جرم الكيميكال جرم الشبو، هم وين طرق لما تجرم عشان ممنوع تدخل، فيسوون مخدر جديد عشان المكونات مو عندك انت، فيدخل يدخل على يقعد سنه سنتين على ما يجرب بطلع غير سممه وهكذا. شلون تتابعونهم شيخ؟ تابعهم عن طريق يعني عن النت، طريق عند اتصالاتنا في رجال الامن في وزاره الداخليه، عن حضورنا مؤتمرات عالميه في دول الخليج ودول عالميه، نعرف شنو المخدرات الجديده تجينا، وايضا من شبكه المدمنين اللي هم تابوا او اللي ما زالوا يتصلون فينا او يونا نقول شنو تتعاطى، يقول اتعاطى المخدر الجديد، شنو المخدر الجديد، يقول الفلاش. فاحنا دائما على تواصل حديث جدا مع المخدرات الجديده. تمام شيخ، لو بسالك الان، واعتقد يمكن قد تطرح كفكره ممن يشاهدنا الان يقول انتم بلشين من 93 وحملات توعويه سنويه وقاعد تشوفون العمل كل سنه يزيد اكثر من قبل، لكن للحين ما في نتيجه، الادمان كل ما لو يزيد عند الشباب ما شفنا نتيجه، هل شفتوا انتم نتيجه بعيونكم داخل الاوساط بشكل؟ طبعا النتيجه احنا نقول نتيجه كبيره الحقيقه بفضل تعالى، احنا ما نقول احنا قضينا على المخدرات، لا يمكن. اللي يقول لك انا قضيت على قضيه المخدرات كذاب، ماكو بلد يخضع المخدرات، ولكن احنا نقول نحاول ننزل يعني ننزل نسبه الى تكون نسبه طبيعيه يعني، والا فانه هو المخدرات قاعد تزيد عالميا كله، احنا الكويت لسنا بمنأى عن بقيه دول العالم، احنا دوله من دول العالم، فقاعد تزيد المخدرات، واكدوا لي النتيجه ان في نتائج. يعني احنا اول ما بدينا كان اول سنه كان يونا ثلاثه، سنه كامله ثلاثه، الحين قاعد اتكلم احنا عن الاف قاعد نتعاون معهم، والالاف تابوا منهم ايضا 2000-3000 وهذه الالف هذا يمثل عائله او يمثل قبيله، فانت قاعد تتكلم عن يعني انتشار في عدد التائبين كثير، ايضا تحرك وزاره الصحه بتحرك ايجابي كبير، فتح المنتصف الطريق ايضا فتح مجالات ثانيه، التعاضد وزارات الدوله مع بعض، الوعي يعني لما يشتغل غراس مثلا كمشروع توعوي متميز في على مستوى الخليج زين، وينشر هذا الوعي اصبح المواطن عنده وعي. قبل الحين من ابوي يتصل فيك يقول والله انا شاك في ولدي مدمن، ما كان حد يتصل فينا، قعدنا 5-7 سنوات 10 سنوات ما حد يتصل فينا، الحين اباء يتصلوا انا شاك في ولدي. اصلا مصطلح غريب لما تيجي حق الابو تقول له ولدك مدمن، لا مستحيل قول الحين، لا قام الاباء يتصلون فينا، امهات يتصلون فينا، ارباب العمل يتصلون فينا، واصبح جميع طبقات المجتمع تين. لا تقول والله الحين هذا متدين وغير متدين، لا الكل، هذا وباء انتشر في الجميع، فاصبح هناك حركه وعي كبيره جدا. حركة الوعي بنفس حد ذاتها هي إنجاز، التائبين عددهم الزيادة هذا إنجاز، يعني حنا فضله تعالى حققنا نسبة تقريبا 75% نجاح بمقارنة في مصحات عالمية ما شاء الله، يعني نسبة غير مسبوقة عالمية. 75 شيء كبير جدا طبعا، غير أن احنا أوجدنا ثقافة مجتمعية عن المخدرات، طبعنا آلاف طبعات
وعندنا تقريبا ما يقارب 30 عنوان جديد عن المخدرات توعية، وقاعد نوزع في المستشفيات في الوزارات في التربية في وزارة التربية في المعارض مئات الآلاف من البروشورات هذه أو أحدثت وعموني بس شذي، حتى قاعد ينادونا دول عالمية الحين أن يترجمون كتبنا إلى لغات ثانية. وطلع يعني أمس قاعدني أنا حنا من عدة لجان عالمية عالم تشتغل في سوريا مع اللاجئين يعني تطلب أن الإذن أن ترجم يعني كتبنا وبروشوراتنا إلى لغات أخرى عشان يوزعونها ضد الإدمان. ضد الإدمان طبعا، توعية في القضية نسمونها، لأن قاعد انتشر المخدرات بين طبقات اللاجئين سواء سوريا أو غيرهم. حتى اللاجئين طبعا، يعني على الرغم من كل هذا الفقر الموجود طبعا، كل من الحاجة الموجودة، مصيبة مصيبة. شلون مو كل الناس يقابلونها مثلي ومثلك يعني، أكو ناس يقابلون المصيبة بإيمان، أكو ناس بعقل، أكو ناس لا، يقول أنا بهرب من الإحساس بالمصيبة بأخذ التعاطي هذا. تمام شيخ، فائدة مثل هذه الحملات مثل هذه الفيديوهات اللي يقدمونها للمجتمع من خلال وسائل التواصل ومن خلال التلفزيون، لو نشوفها مع بعض شيخ وناخذ تعليقك بعده. بسك من هالسموم، إذا ما تشوف الله الله يشوفك، ترى وراك جنة ونار. يا أبو أحمد، لو متى وانت تتعاطى هالسموم عيالك لهم حق عليك، بطل السموم حرام عليك، كلنا نبيك. يبا متى تودي المكتبة اشتري كتب حق المدرسة؟ المدرس قال إذا ما جبت كتاب ما دخلك الصف. تكفى يبا ودني. يبا يبا أنا وايد أحبك، ودني أروح اشتري لعبة. شيخ، مثل هذه الحملات التوعوية اللي قاعد نشوفها الآن، يعني عسى الله يثبته، خلنا نتحدى مع بعض، هذه الرسائل بدأت تأثر في المجتمع الحمد الآن. الحمد لله يا رب. طبعا هذا تأثر وايد يعني، وهذه بعد كل حملة احنا قاعد نشوف تفاعل كبير مجتمعي معانا، سواء من المتطوعين تصلون فيه شباب خريجين جامعة، محامين، أطباء، يقول احنا ودنا نتطوع معاكم. احنا لما قاعد نسوي معارض يعني قاعد يجونا شباب جميع الاعمار يقول والله احنا ودنا نقعد معاكم في البوث مالكم، عشان بس احنا طبعا بس نبي نقوم بدورنا في القضيه هذه. قاعد يعني يتصلون فينا امهات، قاعد يدعمونا التجار، يدعمونا مؤسسات تجاريه، قاعد يدعمنا مثل يعني لما شاف جهودنا بيت الزكاه، الامانه العامه للوقف، مؤسسات تجاريه قاعد تدعمنا عشان نستمر في سمونا. الحين عندنا احنا مثلا مشروع مثلا مشاريعنا التربويه اللي هو الحج والعمره. أكثر مؤسسة اتصلت فينا قالت حنا ندعمكم في أي عدد تبونه. هذا كله بسبب تأثير الإعلام. الإعلام يعني مو شيء بسيط، برنامجكم هذا الحين كم يشوفونه؟ مئات الآلاف. فلما يشوفون له الكلام هذا يشوفون هذا شيء واقع، مو بروباغندا، فعلا جمعية موجودة هني، وفخر لكل كويتي ولكل خليجي ولكل عربي أن جمعية مهتمة في هذا، وكلها متطوعين ما قاعد ياخذون معاشات، قاعد يسهرون ليل ونهار من أجل إنقاذ ولدي ولدك وبنتي وبنتك. تمام، احنا يعني بطبيعة العاده بالطبيعه البشريه في اي مشكله تلقي اللوم لازم يعني تضع اصبع الاتهام، بدايه اللوم ياتي من قضيه الادمان ككل. هل والله على الاسره، على تنشئه المجتمع، على الدور الاعلام، على المدرسه، وين بدايه المشكله؟ هو شوف انا خلني صريح بيني وبينك وكل الاخوه اللي يستمعوني معي ومع دائما صار دواوين عن المخدرات، شو يقول لك؟ اول شيء يقول لك اكو كباريه. اي هذا مو صحيح الكلام هذا. يعني حنا كنا نقول هالكلام لما كنا خارج الإطار، لما دخلنا داخل مع الشغل مو صحيح إنه والله في كبارية. ما في كبارية تأثر؟ لا ما أقول ما في كبارية موجود، ما أقول إنه نحصل قضية بين قوسين كبارية. الكل الحين مشارك، الأب والأم مشارك في قضية انتشار المخدرات، الأستاذ مشارك في مخدر المخدرات، الإعلامي مشارك في قضية المخدرات. عجز بعض وزارة الدولة بعدم القيام بدورها مثل وزارة الإعلام، يعني جزاهم الله خير قاعد يقوموا دور عظيم جدا، ولكن نتكلم عن قبل. لما تصير تمثيلية أو مسلسل كويتي ويعالج قضية المخدرات بقضية بطريقة غير صحيحة، وإحنا قاعد نقول لهم المنتجين تعالوا لنا. شو غير صحيحة؟ يعني هو هذا إنسان بعمره ما لا مخدرات ولا صوب مخدرات، يصيغ بصياغة خاطئة بحيث أن تعطي تأثير سلبي للرسالة. هم يبون يسوون توعية، ولكن يكون يعني في مسلسل من غير ما نذكر اسمها، بعد العيد رحت الدواوين، كل واحد في الدواوين اروح له يقول له شفت المسلسل الفلاني؟ قال هاي ولدي صغير دخل خذ طحين وقاعد يقول انا بصير مثل البطل اللي يسمونه، وهذا يقول خياب ابره مال السكر مالي وبيطق نفسه يقول بصير مثل البطل اللي يسمونه. هاي رساله مبطنه، هذه قاعد يصير تاثير سلبي.
قاعد نقول حق المنتجين والمخرجين تعالوا لنا ايضا، احنا نعطيكم استشاره ببلاش، ان اللي قاعد تطلعون هذا غلط، انتم قاعد تسوون دعايه حق المخدرات، دعايه حق التعاطي، ما قاعد تسوون دعايه يعني عن ابتعاد عن المخدرات. فهذه يعني تعطي رساله اللي هو عدم الوعي في القضيه هذه. طيب الام والابو ممكن يساهمون؟ يعني الام والابو شنو علاقتهم؟ الام والابو احنا دراساتنا تقول لنا رقم واحدهم. هم قبل وزاره، يعني الناس اسهل شيء يعني تتهم وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الاعلام، اسهل شيء. هذول هم هذول. تعال احنا لما نتكلم عن دراسه علميه، احنا 15 سنه ايش لها علاقه دراسه علميه؟ لما هذا الابو والام ما قاموا بدورهم في توعيه هذا الشاب، هذا الشاب شنو؟ مثل جك مال ماي، تحط فيه ماي يطلع لك ماي، تحط فيه لبن يطلع لك لبن. لما يكون هذا الابو يشوف قدامه ما في قدوه، ابو يدخن، ابو يطق امه دائما زمان، ابو ما يصلي، ابو ما عنده ثقافه، حد ادنى الثقافه يقول له عن خطوره المخدرات، خطوره المخدر الخمور الى اخره، انه يعطي مواصفات الصاحب الصالح. شو يطلع الولد؟ يعني انا اعطيك مثال، يعني واحد من المدنيين اقول له انت يعني عطني قصه من قصص علاقه ابوك معهم. قال انا مره شفت ابوي قاعد يشرب خمر، يدخل كراتين البيت، ايش تبي وانا ياهل اشوف كراتين الخمر داخل البيت؟ رحت بطلت بطل، قمت اشرب، طحت، بعدين شربت مره ثانيه تعودت عليه. شافني كذي ما قال لي ليش ما تشرب، يقول يوم من الايام انا تطورت قمت اخذ حشيش، حطيت ظرف حشيش داخل مخباتي، انا يما طاح الظرف قدامه، قلت خلاص رحت فيها انا، راح يطقني كوفني، راح يطقني من البيت. قلت تعرف ايش قال لي؟ قال لي مره ثانيه حطه في بوكك لا تحطه مخباتك فوق. هذا الابو، هذا الابو. يعني هذه مثال نموذج من ابو غير قدوه. ايش تبي من الولد؟ الولد لما يشوف ابوه وامه دائما يتهاوشون، هل يصير بيئه البيت طارده ولا جاذبه؟ تصير طارده، اكيد طارده، ينحاش برا. وين يروح؟ عند ربع السوء. ربع السوء ايش يعلمونه؟ يعلمون الخراب. احنا نقول ابو والام، يعني احنا نقول قبل في الكويت يقول ما يفيده مرضعه سوق العصا ما ينفعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه ونصرانه. الابو المحضن التربوي الاول والام. تمام شيخ، قبل كنا نسمع بوزاره التربيه انه والله هي فصلوا طالب لانه كان يدخن سجاير، مستغرب امر غريب. الان بين فتره اخرى نسمع والله عدد من حالات القبض على طالبات او طلبه معهم حبوب، معهم مواد مخدره، معهم غيره. السجاير صار حين صار موضوع طبيعي. السجاير شوف حين اخر احصائيه سوتها الدكتوره عبير البحو مع البدر، هذه دراسه محكمه عالميه نشرت عالميا، هالدراسه يعني علميه بحته، دكتور عبير البحو، وهالدراسه تدخل في النت تشوفها. سوت احصاء استبانه على اعداد ضخمه جدا من طلبه الكويت وطالبات الكويت، وجد ان 78% من طلبه الكويت جربوا التدخين قبل سن 14. جربوا التدخين قبل 14 78%. شو تتكلم؟ تكلمت يعني تقريبا عن اذا كان عدد طلبه الكويت 300,000، يعني تكلم انت عن فوق ال 80,000 تقريبا. لا حول، عدد ضخم. هذه والدخان والسجاير هي البوابه الكبرى حق المخدرات. لا تقول عيل حبوب ما حبوب. احنا المشكله ايضا عدم وعي النظار او المدراء، لما نقول لهم لما يشوفون يلقون يعثرون على حاله مخدرات داخل ما يقولون، ليش؟ ما يخبرون عشان لا يصير ريكورد مال سمعته مو زينه. اي هاي مشكله سمعت المدرسة. لما يكون احنا مدير عنده هالثقافه الضحله ما نستطيع ان نحل. رسالتك اخيرا شيخنا، شو تحب تقول للمجتمع ككل؟ والله انا اقول يعني ايد واحده ما تصفق، ايد جمعيه بشائر الخير واحده ما تصفق. نعم قاعد نبذل جهود، نسال الله يعيننا عليه، ولكن يعني هذه المبادرات الجميله من قناه المجلس وقنوات وزاره الاعلام وزارة الصحة، وزارة الشؤون، وزارة التربية، لما كلنا تعاضد مع بعض، لأنها قضية وطنية أصبحت أمن قومي، فلازم تتضافر الجهود كلها مع بعض ونخرج بنتيجة. الشيء الثاني أن أقول حق الآباء والأمهات، إذا سكتوا عن مشكلة ولدكم الحين باشر تتفاعل وتتفاقم، وأصبح الردة صعبة جدا. لا شكر لك الشيخ عبد الحميد البلالي، رئيس جمعية البشائر، بشائر الخير المتخصصة في علاج الأدمان وتأهيل المدمنين، على كل هذا المجهود اللي قاعد تقدمونه. تحياتي لكل العاملين في الجمعية وكل المتطوعين. هي مثل ما قال الشيخ عبد الحميد، بالنهاية إيد واحدة ما تصفق، نحتاج إلى مسؤولية مجتمعية تبدأ بحملة وطنية في هذا الموضوع تحديدا، لنحاول
على الأقل الخفض من هذه النسب المرتفعة جدا على مستوى العالم مو بس عندنا بالكويت. وأذكركم أخيرا بحديث حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.